في سياقات وطنية ودولية متعددة. دون الأخيرة توجيه التحية والتقدير للزملاء أعضاء مؤسسة الذكر. تطرق لهذا الموضوع ديال نزع الملكية المنفعه العامة اللي هو في الحقيقة واحد الموضوع اللي جل الجماعات كتعاني منه، الجماعات الترابية، وذلك كما تعلمون أن الجماعات الترابية مطالبة بخلق واحد التنمية وخلق واحد المرافق عمومية للمواطنين، وهذا الشيء كيتطلب واحد الوعاء عقاري. في حالة ما لم يكن هناك واحد الوعاء عقاري في الملك الجماعة فهي كتضطر إلى نزع الملكية، أو بعد الأحيان في شق بعض الطرق كتضطر إلى الشق أو عمل هذه الطرق هذا بدون تتبع المسطرة الكاملة نزع الملكية، وهنا كندخل في الاعتداء المادي. وكما تعلمون أن في حالة ما الاعتداء المادي أو نزع الملكية كيتطلب واحد التعويض الملاكين ديال هذا الوعاء العقاري، وهذا التعويض هو اللي كيخلق واحد الكاهل كبير على الجماعات، الميزانيه ديال الجماعه اللي جوج الجماعات ما عندوش واحد الميزانيه مخصصه لهاد التعويضات هادو، وكيبقاو هما في وضعيه صعبه، وتطبيق الاحكام القضائيه اللي كتصدر ضد الجماعه وعدم توفير ميزانيه باش يتم تعويض هاد الملاكين هادو. نلتقي قلت في ندوه وطنيه حول موضوع نزع الملكيه بين النص القانوني والواقع الاجتماعي، وافاق ادخال اصلاحات جوهريه حول هذا النص، وهذا مبتغانا من تنظيم ندوه وطنيه بشراكه مع جمعيه جهات المغرب وبتعاون مع جامعة محمد الدين الخامس وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأبدال. أنجزنا معا شريطا وثائقيا من إحدى مناطق المغرب التي يعاني سكانها من عدم الوضوح القانون في أبعد مداه. النص القانوني يبتدئ جيدا ويظهر أنه مع الساكنة، لكن تعدد الأطراف وعدم وضوح المساطر وتعقدها يؤدي إلى كوارث اجتماعية، وهذا ما جعل يعني ما كان جلالة الملك في سنة 2016 دعا إلى ضرورة احترام تطبيق المساطر الإدارية وضرورة تعويض المنتزع منهم ملكيتهم بالثمن الحالي.